مرحبا. يا هلا والله. شلونك؟ ابشرك. طيب الحمد لله. اللي بسالك سؤال وجاوبت الجائزة. سامي برنس. من هو الحاصل على شلفة ولي العهد الراجحي؟ يا حبيبي انت تستاهل جائزة. يا قلبي يا وقفت يا قلبي. اهداء بقيمة 200 ريال. اوكي وكلنا على الله. هلا والله هلا بك. تعال يا هلا. مساك الله بالخير. بالنور يا مرحبا. كيف الحال؟ يا هلا. بنسألك سؤال وان جاوبت لك جايز. سم. ايه وش نعطيك سؤال وش نعطيك سؤال؟ نعطيك يا طويل العمر. اسأل شيء بن عمي. وش هو الخلوج؟ الخلوج ها؟ ايه. الخلوج اللي بخلج طال عمرك. انا عارف كل حاجة بس مدكن. ما هو بصحيح غلط. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف الحال؟ نسألك سؤال ونفس لك جايز. ان شاء الله. وش الخلوج؟ ما عرفش احدد الاسم ده. الخلوج الميت ولده. البكرة ميت ولده. يستاهل كوبون يستاهل. يا اخي وينك؟ وهذا كوبون طال عمرك 150 ريال يا حبيب قلبي تستاهل. الله يعطيك العافية. وياك يا قلبي. يلا اشغلتني جدك ما ترد. هلا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. معك عبد الله الشمري. ونعم يا عبد الله. ما عليك سؤال وان جاوبت لك جايزه. يلا تفضل. ابشر يا قلبي. السؤال لغير الله مزله. من هو الفائز في الطبع في هذه النسخه؟ شمه الطناية. غلط. تتريق تتريق انت وجهك جاي جاي جاي. هلا من هو الفائز؟ راضي الشيباني. صح يستاهل الجايزه. الحلاوه دي يستاهل كوبون. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ عندنا سؤال بفس لك كوبون جاهز. معانا ولا لا؟ معك. وش الاسم؟ سيف الثابت. ونعم يا سيف. ما عليك زول. وش الخفوت؟ الخفوت اي وش الخفوت؟ ها الخفوت وش الخفوت؟ ما اعرفه والله. لو عارف اللي اقول لك. من يعرف الخفوت يا عيال؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف الحال؟ هلا غلا. وش الاسم؟ فيصل عنزين. بنسالك سؤال وان جاوبت لك كوبا من عندنا ان شاء الله. من هو الفايز في شوط البدايه صفر في هذه النسخه؟ حنا ترانا الى منا استمرينا في ذا الشغل اللي كله بربسه في بربسه. ترى لا اقول لك شغله نبي نظل طول عمرنا وحنا بربستن في بربسه. جائزه الملك عبد العزيز. نعم. شوط البداوه. شوط البداوه؟ نعم. الملك عبد العزيز و نعم. جائزة الملك عبد العزيز من اللي خذ الشوط الأربعين بداوة؟ والله ما يحضرني الآن. ما أبي هاي هاي أنا هاي ما أبي. الشيباني. ها الشيباني. الشيباني. الله الله. صح يستاهل معنا كبر. والله حرام. هلا هلا حبيبي. هلا عامر. اسألني. شكلك فاهم يا نص. وش اسمك انت؟ عواد ادهم شمري. ونعم والله يا عواد. السؤال من اللي فاز اليوم في شلفة ولي العهد اللون الصفر؟ ابو ضمن المطيري. بضمن المطيري صح وتستاهل جائزة. لا واضح انك فاهم. تستاهل تستاهل الله يوفقك. ابشر والله هذا كوبون. شكلك فاهم يا نصه. شكرا. اوكي الله يسعد قلبك.